بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله ما تعبانين من قعدة البيت، لكن خليك بالبيت لأجل مصلحة عائلتك وسلامة عائلتك إن شاء الله، والله يبعد عنا وعنكم كل وباء بحق محمد وآل محمد. وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث، خلونا وياكم نرحب أجمل ترحيب باللجنة الحاضرة ويانا. أهلا وسهلا ومرحبا ومنورينا، تحياتي للشيخ القارئ الأستاذ ميثم التمر. الله يرحم والديك، الله يحفظك يا أخ علي، تحية طيبة، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ونسأل من الله أن نوفق لخدمة الأخوة خدمة الحسين عليه السلام في هذا البرنامج المبارك، وأن نكون برضا الله تبارك وتعالى وأهل البيت عليهم السلام. بعد ذلك كذلك الأخوة إن شاء الله هم كذلك يقدرون ويرضون عنا، لأنه من بين المئات لازم نختار شخص واحد. شكرا لكم. شكرا جزيلا. المنشد والملحن المميز والمبدع حبيبي علي الدلفي، الله يحفظك ويحفظك، حياك الله. تحياتنا لك، تحياتنا لكل كادر البرنامج، تحياتنا لكل الأخوة اللي اجونا من محافظات العراق، تحياتنا للقائمين على هذا البرنامج، مخرج البرنامج، جنود الأوفياء اللي مصورين، اللي من عامل الانتاج وانت فوق. الله يبارك الله يوفقكم جميعا. الشاعر الكبير الأستاذ سمير صبيح. حبيبي أشكرك جدا، الله يبارك بيك. حبيبي رمضان كريم عليك وعلى أمة محمد، بس كون ما مأثر عليك الصيام، أحسبك تعبان. لا الحمد لله وشك. إن شاء الله صحة وعافية أبو علي الغالي، الله يوفقك الله يحفظك. أعزائنا المشاهدين، خلونا نرحب وياكم أجمل ترحيب بالمجموعة الأولى اللي انضمت ويانا خلال هذه الحلقة، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق سيف علي جواد من بغداد. سيف علي جواد من بغداد. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أحسنت. قرب على المايك حبيبي. صار العصر إش عندين تضور، محد يمور محد يمور، محد يجي وليل تجي، الخيمة جمور الخيمة جمور، كل ساعة طفلتي الهزم، صار المساء والأليم، محد يمور محد يمور، خويا العصر لما اجي، صار اللي ما صار وخطر، ومعقول دور بالخيم، بلشتي حاجيه الدار، توهلتي قت بي الشمس، عن طولي ما عدها خبر، يا طول هذا الظل بعد، إيه السالم أحلي الظل. طيب الله أنفاسك يا سيف علي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، وحظ أوفر إن شاء الله. شيخ ميثم التمار حبيبي، ملاحظة سيف باختصار، يعني باختصار إحنا بداية الحلقة يريدون من عندنا اختصار وما نحكي، وانتم تروحون تسولفون علينا وما ترضون. لا سيف، الوقت انت تمتلك صوت جميل، لكن خانتك الدرجه الصوتيه باختيارك. شفت من بديت، من قلت توهلتي قت بي الشمس، كان المفروض تبدي من هاي الدرجه، لان جمال صوتك بهذه المنطقه. ان شاء الله يكون اختيارك بالمره القادمه افضل. حظ اوفر لك ان شاء الله يا سيف علي. شكرا جزيلا. المتسابق مصطفى ياسين من بغداد. مصطفى ياسين. لجنة الكلام، السلام عليك. حياك الله. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. خاف الله بينا يا زمان،
عد وحده وحده ويا لا لا شفنا مهدينا رجاء ولا خلاص هم دنيانا البشر ما شنهم بشر بلا ضمير ولا نظر ما بقى خاطر من كسر ولا عين ما حزنانا ولا عين ما حزنانا. شكرا لك يا مصطفى. ليش هذا اسمعكم بعد سمعني. ليش بعد عندك دقيقتين انت بعد عندك وقت مو دقيقه بعد عندك ها ماشي. يلا انت هذا يا مقام القريت بي والله مو يعني اعتقد اللي رست مشبه علي الرست الرست اي عافيه رست اي رست عافيه يلا حلو قريته بلون خليجي حلو حلو قلبك. قصيدة هاي يقراها المنشد الحبيب خالد النجفي اخونا وصديقنا تحياتنا لمن هذا البرنامج انا ملحن نعم حبيبي نسمع اللحن مال علي يلا حلو يا حلو. هذا الغريب منين الله وين اهل راحة وين جميل الله وين اهل راحة وين ماتي سجين مظلوم ويبيا ذنيب مسموم ويبيا ذنيب مسموم عادة الميسة. شكرا جزيلا اتمنى لك التوفيق. شكرا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والله جميل. شكرا جزيلا لك. شكرا سيف. مصطفى ياسين ما تاهل ويانا مثل ما لاحظت مصطفى ياسين العفو. احنا راح نختصر شوي للوقت حتى لان هاي الحلقه بها اعداد. المتسابق عباس حميد العقيلي متسابق عباس حميد العقيلي كريم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام. وعليكم السلام. السلام أهلا ورحمة الله. عباس حميد من بغداد. أهلا عباس يا حبيبي شوية أرفع المايك. عباس منين من بغداد؟ حي النصر. كل الحلال أهلا وسهلا. قصيدة للشهداء تفضل. هي شين هي المقبرة زين والوريد لازم سرى فوق لي مغسل اشوفه بس شبابي مسطره هي شين هي المقبره والوريد لازم سرى فوق لي مغسل اشوفه بس شبابي مسطره يلعبي الموت علينا يلعبي الموت من نطوب لارضي النجف والقني شامه بالصور تحكي لعين أهلي الكرامة منهم إيش خلى الزمان وإيش ضل علامة منهم إيش خلى الزمان وإيش ضل علامة غير تربان وثار شبقت عمامه داري شي بدمعتي مقبرة البيها اخوتي الله هاي حلو قمت
مقدار الشيب دمعتي مقبرة البيه أخوتي يلعب الموت علي أنا. طيب الله أنفاسك. يلعب الموت. طيب الله أنفاسك يا عباس. تأهلت ويانا للمرحلة الثانية. كل بس عندي كلمة يا أستاذ علي. أستاذ علي أنا ما مررت لسبب لأنه أكو مفردات داخل النص ما تتحمل التقطيع. صحيح. بالتصرف. صحيح. انت ايش قطعت؟ قطعت النشامة الى مفردتين. صحيح. ايش قلت؟ قلت اني شامة. صحيح. هاي ما تتقطع. نعم. تمشي بيها النشامة. شوف مفردة ممكن تقدر تتصرف بيها ثانية هي الحروف الياء والحروف الجهال الجميل اللي بيها مد تقدر تتصرف بيها. ولذا عباس الله يحفظك استاذ مع ذلك راح امرر لك حتى هاي تبقى علامة. الله يحفظك عباس حبيبي. انت تمتلك خام الصوت الجنة. الله يحفظك استاذ علي. زين واحساسك يخبل. الله يحفظك. بس ادائك لو صح كان بتشيتنا. الله يحفظك والله يعني تعرف مرحلة اولى وان شاء الله. لا الاداء لازم تاخذ بالك من الاداء. ان شاء الله لازم تسمع جاي. زين إن شاء لازم الله تسمع زين. لازم تشوف احد شوف احد يختار لك صح لان خامس صوتك واحساسك يجنن. الله يحفظك. بس اداك الله يستر عليك ان شاء الله المرحله الثانيه تكون اجمل. شلون انا شجعتهم خليتهم يقولوا لك يلا. اهلا وسهلا بك يا عباس. تاهلت ويانا. الان المتسابق منتظر قاسم من بغداد. حلو. منتظر قاسم خامس صوته حلو. اي بس هو بردان. حياك الله منتظر. احسنت عافيه. شنو اسمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عباس. لا اسمك حبيبي؟ منتظر قاسم. منتظر من بغداد. منتظر. منتظر قاسم. ايش قد عمرك حبيبي منتظر؟ 14 سنة. قاسم يا مرحلة بالدراسة. العمر كله سادس ها. ان شاء الله كل التوفيق لك. رايح عباس بوينينك ضاق صدري رايح اول مره هاي طيق ظهري خويا وزين ظلت روح بي زين ولحق زينب علي رايح رايح لا تحيرني بجفاك تقوم لو موتين وراك أم دل موتي الخذاك وما خذاني مدري أسكت مدري نوح قمت أجي يمك وروح منين أجيب اللي الخيم عباد ثاني بابا عندك شيء منين أجيب اللي الخيم عندك شيء ثاني تقراه؟ هاي وديتها نفسها؟ هاي وديتها نفسها بالواتساب للقناة؟ عندك شيء ثاني حافظ غيرها؟ قرأنا شيء ثاني حبيبي. أنا أحسك عندك شيء بس أقرأ شيء ثاني بابا ما حافظ شيء ثاني؟ عندك بعد دقيقة مو راح أوقع أنا راح أختم لك بصم معاملتك. يلا بابا تفضل. تفضل. يلا ارتاح شوية وأقرأ شيء ثاني. يا روحي لحبهم ايه مشى وعنش بداية عافيه عافيه. ايه سبع باكر يا روح الغرب يمشون بي ايه باكر ما كراية على الله وعلى العباية باكر ما كراية على الله وعلى العباية يا روحي الأحبهم مشوا عن نشكرك جدا. أنت تأهلت ويانا الآن. تأهلت بس تدير بالك على المرحلة الجاية. المرحلة الثانية راح تكون صعبة عليك. شو تقول أستاذ علي؟ يلا أكيد بس إن شاء الله بيك البركة. إن شاء الله بيك البركة حبيبي. إن شاء الله بيك البركة. شوف لك إن شاء الله. شكرا جزيلا منتظر قاسم من بغداد. تأهلت ويانا الآن المتسابق هشام هادي العقيلي. هشام هادي العقيلي. حياك الله يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هشام من أي محافظة أنت؟ من أي محافظة؟ من بغداد. من بغداد؟ من بغداد النهروان. يا مرحبا. سلام الله على هذا الحديث شايل خبر
معناها لحسيني بخطر هذا الحديث شايل خبر معناها لحسيني بخطر حلو هاي الأهل من غير أهل متغيرين هواية ردوا على النوقي الهزيل لا هدجي ولا راية هاي الأهل من غير أهل متغربين هواية ردوا على النوقي الهزيل لا هدجي ولا راية يا أهل يثرب ما بقت غير الثواج الهاية جبت لكم التحية بذبيح بس ما تتي من حجاية جبت لكم التحية بذبيح بس ما تتي من حجاية بيج العباية لتنعمي لشافتها مو رمح بس شالت رؤوس اخوتها ذيتي العباية تنعمي لشافتها مو رمح بس شالت رؤوس اخوتها وهذا الحديث شايل خبر معناها لحسيني بخطر طيب الله انفاسك يا هشام هذه وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا حبيب شيخ ميثم من المشكلة عند هادي يعني أشوف يعني هشام هشام تاج راسك شونك الله يحفظك أنت تقرأ نعي تقرأ حدي بالمواكب أي تقرأ حدي فهاي الطريقة أنت تقرأها تحبها يعني دائما دائما هو بيا مقام هذا اللي قرأت الحدي والله ما تعرفه ما متأكد يسمونه الركباني من يا مقام الركباني يرجع لمن للسياقاه هو السياقاه بدوي من الركباني لما انحد الحادي ومشى ركبان الطول لما انحد الحادي بضع عنه والله تنجح بهذا هذا يصير بدوي لو مسوينا هيك حدي كان هو اختاريناك ولون مختلف بس انت ما اديته بالشكل الصحيح بس هي خامته تشجع لهذا الطرف ما سوى كلش تشجع بس ما سواه تقدر تسوي الشيخ هسه راح اسوي لك مو يعني نفس الشيخ لان الشيخ عملاق لا العفو لا لا قصدك طويل يعني نفس لا لا يلا فد مقطع صغير خام صوتك الساعد على فد وروح لك حبيب أم البنين سلام الله عليها سلام الله عليها يا باب الحواج همي سلام الشيخنا ما ترتكز شوف تزحف تروح من المسار اللحني تعوف اللحن تطلع من اللحن طيب إيه؟ بيها مد هاي بالأخير بيها مد همي سلام الشيخنا هاي أحسن شوي وترك علوم أولادي أنا راح أساعد هاي أمان يلا عمر تأهلت ويانا يا هشام هادي الحمد لله والشكر هاي بس الطريقة قالها الشيخ أريدك عليها الموسم الشيخ ما يتنبع لا العفو لا المرحلة القادمة أريدك عليها أريد أختار قصيدة من البارح أريد أختار قصيدة أريد ألقى صوته وين سبحان الله يلا خير خير ليه شنو السبب شنو السبب يا هشام هذا علي انا اقول لك ايه خلنا احكي لك يا هيد عمي ترى الرهبه با احنا واقفين احنا هنا بخدمتكم قاعدين مقدرين هذا الشيء لكن هو المتمكن حبيب خدمتك انا خادم لك بس انت شوف بالمرحله الجايه اخذها من عندي انا خادمك اخذها مني ابقى على هذا الحدي البدوي يعني يصير لك لون وحدك انت خير خير ان شاء الله ان شاء الله اذا صارت فرق صارت فرق وهي راح يساعدك في دور اي تروح باي فريق الاساتذه كذا خلي بالك ترى ما مرر لك بعد احمر مو تروح الفريق وعيونهم عيونهم وياك شكرا جزيلا يا هشام هادي تاهلت ويانا الان المتسابق حسين على حميد مسؤول الاضاءه المتسابق
حسين علي حميد من بغداد، حياك الله يا حسين. حسين علي حميد، اهلا ابو علي. هلا حسين. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا، جيراني بالحريه جيراننا. يلا احنا بالشعله. سويت فيك الخيل شو متغير حيل، شو متغير حيل، سوت بيك الخيل، جاوبني وريح دلالي، معقول انت حسين الغالي، جاوبني وريح دلالي، معقول انت حسين الغالي، شو متغير حيل، شو متغير حيل، شو متغير حيل، تشاويني صدرك بالريق انت راس، تشاويني شو عالصدور حافر فارس، تشاويني ورد اللي بش فاكن غيرس، تشاويني عطر التيني اثري من النفس، بس اسمع ونات تشاويلك المات، تشاويلك المات، بس اسمع ونات، مو من طبعك وانك عالي، معقول انت حسين الغالي، شو متغير حيل. طيب الله انفاسك، الله يوفقك يا حسين علي حميد. تأهلت ويانا للمرحلة الثانية، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. استاذ علي، شنو اللي ما خلاك يعني؟ انا حتى ما خرب فرحته زين، بس اوصيك الاداء، الاداء لانه ما كانت ركوزك واضحه زين، وصوتك قلق، بس خمس صوتك حلوه، يحتاج تركز اكثر على المرحله الثانيه وان شاء الله تقدم لنا شيء حلو. شيخ ميثم، حسين عنده امكانيه حلوه بصراحه، ومع الاخفاقات اللي كانت موجوده في في ادائه احنا نشخصها، لكن بما انه هاي مرحله اولى، احيانا اللي نشوف شويه يحتاج الى مساعدتنا ونشجعه اكثر ونعطيه فرصه اخرى، فلذلك انا ساعدته، ولا هو اداءه يعني كان باخفاقات، لكن اكو مناطق كان ناجح جدا، هاي المناطق الناجح بها جدا راح ان شاء الله نقدر نطورها بالمرحله الثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا حسين علي، الله يوفقك، تأهلت ويانا. الان المتسابق علي محمد من بغداد. علي محمد حياك الله يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين الماي، زين زين زين. اهلا علي. اهلا بك. منين؟ من بغداد حبيبي. من الحبيبي. اهلا ومرحبا. مدينة الصدر. هلا ابو حسين. اهلا وسهلا. علي من جايني العيد، وابويا مسافر بعيد، من يعوض مكانه يغطين بحنانه، وابويا مسافر بعيد، وابويا مسافر بعيد، رجاء نقول لي العيد، زينب واليتامى يشوفونك إذا جيت مثل يوم القيامة، إذا مو والدي وياي على العيد السلامة، إذا مو والدي وياي على العيد السلامة، ضعت ما بين الجروح وادور الابتسامة،
ضعت ما بين الجروح وادور لابتسامه وادور لابتسامه. شمعتي وشمعتي البيت طفن وبحيرة ظليت. العيد ايش يلقى بيه سوادي الهم عليه. العيد ايش يلقى بيه سوادي الهم عليه. جرح ما يقبل يطيب وبويا مسافر بعيد. طيب الله انفاسك يا علي محمد. الله يسلمك وحيا الله هاي الطلة الحلوة. الله وجودك شرف إن وإحنا هذا البرنامج لكم، لكن ها سياق مسابقة ما قنعت اللجنة تماما. علي أستاذ علي الدلفي أحسه يعني يريد يتصرف يريد كذا يعني يريد إيه؟ بس هو صوته ما يساعده يعني إمكانيتك محدودة. زين بالنسبة للقصيدة اللي اختارتها أنت أدائك كان كلش بارد ما أعرف متوتر. يحتاج تمرين تمرين رادك تمرين مستقبل قدامك يحتاج لك يعني يحتاج لك تعب حبيبي يعني أدائك ما كان مقنع. تحياتي. شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين. متواصلين وياكم الآن المتسابق حسنين العقيلي من بغداد. حسنين العقيلي أهلا وسهلا حسوني. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. عليكم السلام والرحمة. هلا بحسنين. من وين حسنين؟ ببغداد. والله بلديات. بلديات حياك الله. قد عمرك حسون؟ 15 سنة. ما شاء الله ما شاء الله موفق إن شاء الله. شو صار لك تقرأ؟ والله يا أنا صغير وأنا خادم الحسين. موفق موفق إن شاء الله. تقرأ كل سنة بمحرم لو لا؟ والله أقرأ. هاي أنا قبل ما تقرأ مررت لك. هاي جاك صوت قبل ما تقرأ ما دام خادم الحسين. حبيبي الله والديك. يلا ابو علي يلا يلا عندك صوتي خلنا نسمعك. يا دنيا ما ضاع المحب ما اخذتي خليت قلبي دقتي تالي وين الاريد ضالتي جايه ترحين ليك كأنك موصاية وين اليدق والنبض وبكل شياني لي تبعدين يا دنيا علي وابقى بطريق ليلي ما لحق افرح ولكم شمس وقيلي لي ما لحق افرح ولكم شمس وقيل ليلي. سلامتك. شكرا لك يا حسنين العقيلي. انا متاكد كل التاكد هيش طاقات وبهيش امكانيه هو الغايه منه بس يريد يشارك يريد يجي. اكيد طبعا. زين واحنا نفتخر بيك. طبعا. زين واحنا نفتخر بيك. شو تقول له يا شيخ ميثم تمار؟ اقول له حسوني موفق ان شاء الله. الله ياخذ بايدك وتتطور اكثر واكثر ان شاء الله لان ادائك يعني ما يحتاج تدريب ذاك المستوى يحتاج لك شويه بعد. عاد سمعكم بعد قصير. يلا يلا سمعنا. يلا نسمع. يا روحي والاحب هم مشوا عنش بداية باكر يا روحي الغروب يمشون بيه. لا حسنين خلينا على اول واحد احسن لنا وراح اساعدك اني ام اضغط لك صوتي ويا استاذ يعني سمير هاي انا تهل فرصه ثانيه تتاهلي علي استاذ علي الدلف هم ابو صم لك مشكلتك انت شنو مشكلتك حبيبي ابو علي ما جاي تحفظ اللحن بالصوره الصحيحه جاي تحط اضافات من يمك وهذا مو صحيح اذا انت مرروا لك ان شاء الله الجماعه اللجنه كلها اذا يا حسنين تاهلت ويانا تحفظها كامل للمرحله الثانيه ايه. يعني عبرك استاذ علي الدلفي وشيخ ميثم والاستاذ سمير صبيح وموفق ان شاء الله لكن المرحله الثانيه شويه صعبه رحم الله والديك خاب تقول ما قالوا لي لا اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله حسون لانه اكو مجال ذيك حسون تسمع حبيبي اسمع اي هسه هاي المرحله لانه بيها مجال يعني بيها مجال المرر أي. بس الثانيه ما اريدك تحرجنا كون تأدي احسنت ان شاء الله بيض وجهك شكرا حبيبي. جزيلا حبيبي. يا حسنين تأهلت والله يوفقك ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه
الآن المتسابق مهدى علي الأسدي من محافظة البصرة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. بني أسد. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وين بالبصرة؟ ما نفس البصرة. نفس البصرة. ما شاء الله. بس شو اسمه؟ مهدي علي الأسد. أهلا مهدي علي الأسد. يا رب ضامي وابعث لك سلامي يا المحبوب، يا وجودي عطشان على مودي يا المتعوب، يا غالي يا غالي دليني بحزن عيونك، سؤالي سؤالي جاوب يا حسين شلونك، يا غالي يا غالي أنا ندلي جروحك وين، أنا ندلي جروحك وين، بس أنا هاي أحلامي أتمنى أشوف أنك جاي، مو من ذبيح لضامي مرة وحدة أتمنى رسمك بيها تشرب الماي وفرح قاضيها، ردت رسمك والقلم من يدي طاح، ضحكتك حتى الرسم ناسيها، ضحكتك حتى الرسم ناسيها، ضحكتك ضحكتك ما حد يقدر يرسمها. طيب والله انفاسك ولا شمتك مو كل واحد يفهم. طيب والله انفاسك، الله يوفقك يا مهدي علي الأسدي، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أستاذ سمير حبيبي، من الممكن وايد تخص أشياء مهدي. أي يعني أنا واضع وخوف علي وأسف قد حسوني إرادك تعب مهدي تعب تعب، يعني أدائك مو بالصورة الصحيحة، يعني ضغوطاتك اللحنية مو صحيحة، ما حافظ النص أيضا، فما حافظ اللحن قصدي. اتمنى انت بعد الطريق قدامك ان شاء الله، اتمنى لك انه تحفظ اكثر تسمع اكثر. احسنت. يعني حفظ ذائقتك الموسيقيه اكثر، الوان كل الالوان احفظها، راح تجد نفسك في لون معين تقول هذا انا هنا هاي منطقتي. احسنت. اتمنى لك الموفق. شكرا جزيلا، اتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله يا مهدي علي، كل التوفيق. اعزائنا المشاهدين، خلينا نشوف المجموعه الثانيه اللي راح تنضم ويانا في هذه الحلقه، خليكم ويانا، فاصل وراجع لكم. رجعنا وياكم جمهورنا الحبيب الغالين الطيبين، وكل عام وانتم بألف خير ورمضان مبارك عليكم ان شاء الله. وخلونا نرحب اجمل ترحيب بالمجموعه الثانيه اللي انضمت ويانا في هذه الحلقه، بالصلاه على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق حسين الوحيلي من بغداد، حياك الله يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. شوي عدل المايك. حسين الوحيلي من بغداد. شوي عدل المايك. احسنت. اهلا ابو علي. مدفوع ابو علي على راحتك. احسنت. نشر نشر. يلا راح. حسين الوحيلي. يا الله. قصيده حال السيده زينب تعاتب اخيها ابو الفضل عباس. عليهم السلام. عليهم السلام. انا ما ابصم بعد. لا مو قال سلام الله عليه. الا انا قلت له. لا بعد بدي احكي. يلا ماشي. تقعد لو سوى نموت، لو احتار وحدي، وانا يا عباس كم عباس عندي، تقعد لو سوى نموت، لو احتار وحدي،
وانا يا عباس جمع عباس عندي لا تحيرني بجفاك تقوم لو موتين وراك أم دل موتي الخذاك وما خذاني مدرى اسكت مدرى نوح قمت اجي يمك واروح منين اجيب للخيم عباس ثاني عباس حيرت الحسيني وتاه دربه عباس فك عينك لخيك وقف قلبه عباس حيرت الحسيني وتاه دربه عباس فك عينك لخيك وقف قلبه كلش حيرتني وزاد نوحي اول مره غايبتي على روحي طيب والله انفاسك يا حسين الوحيدي طيب والله انفاسك اتمنى لك التوفيق هاي الطله الحلوه الجميله شكرا لك شكرا لوقفتك لمشاركتك حظ اوفر ان شاء الله لك شيخ ميثم لحظه شيخ ميثم الله يحفظك حسين الوحيلي والله حسين اذا يتدرب بعد اكثر يصير افضل ان شاء الله ادائك حسين كان سريع اي نعم صحيح شويه ادائك كان هواي سريع وهاي السرعه تخليك تفقد الاحساس بالقصيده واضح شلون ما كانك داعي لهذه السرعه بالاداء فانا واكو بعض الاماكن الكثيره ارتكازاتها كانت بها ضعيفه جدا اي فمجمل الاداء كان ضعيف احسنت اتمنى لك التوفيق يا ربي استاذ علي انا ما اريد اضغط عليه اكثر لانه لا. الظاهر محبط هسه بس هذه هاي بدايه ما تعتبر نهايه بالنسبه لي واكيد تجربه تستفيد من عندها وانت صوتك انت صوتك ممكن مع التمرين يكون اركز واحلى حبيبي بعض المفردات عندك بها مشكله عندك مشكله بالنطق اي بالسين بالسين تعطش السين وانا اشرتها لك انا فدوى روح السين من نص كتب يا حبيبي الله يوفقك شكرا جزيلا الله يوفقك ان شاء الله الان المتسابق غيث الموالي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أبو الأحرار مو الحسين إيه هذا الفضل ما... علي كن عنده يا الوليد أربع بنات إيه هاي زينة حلو جان روح ارتاحت اليوم الممات جانت امنيتي ويا ذريتي اربع بنات اربع بنات يبقني بلا يسم ذني البنات ومن يسلوهن يقولن خادمات انا متقصد اربعه وهن امنيات زينب حيطنها من اربع جهات تحكي زينب ما يقولن غير صار هم مثل الله يبارك فيك يا حبيبي عاد اقرا غيره غيث الموالي انت هسه حق دقيقه اي عندك عندك كمل بابا اقرا غيره يلا اقرا حبيبي هذا من وقتك قلبي محروق يقتل الشوق قلبي محروق يقتل الشوق راحوا ما يريدون ان نحبهم راحوا ما يريدون ان نحبهم بجفي ودعتي الضعن وبقلبي ما ودعته
لو بدي امشي ويا المشاه ولحظه فلا فارق. طيب الله انفاسك يا غيث، شكرا لك واتمنى لك التوفيق. استاذ علي، هيك طاقه ايش تحتاج يعني بعد هيك اداء؟ يعني هو صوته حلو، عده شغلات بصوته حلوه يسويها مرات تطلع عنده، بس يحتاج لك تعب بعد اكثر، يحتاج لك تمرين اكثر بعد زين، حتى اولا تطلع ركوزك صح بالاداء وترتكز انت تماما يعني كصوت، لانه خامتك حلوه وعندك شغلات بصوتك حلوه، فيحتاج لك بس شويه تتعب على نفسك، تسمع هواي، تتمرن هواي، وان شاء الله ربي يوفقك. احسنت، شكرا جزيلا. غيث الموالي اعتذر منك ما قدرت تتاهل للمرحله الثانيه. الان المتسابق حسين خالد الكعبي من بغداد. حسين خالد الكعبي من بغداد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا ابو علي، حياك. فوق الرماح تلاقى وسوية واحد يحاج واحد علي، فوق الرماح تلاقى وسوية واحد يحاج واحد علي، هاي هاي معقولة هي، هاي هاي زينب سيبية، فوق الرماح فوق الرماح على رميح راسي القمر دمعة جري، شفت راسي حسين مدري شاوره، يمكن قلت عارف هاي المره، هاي خيتك زينب المتيسره، هاي خيتك زينب المتيسره، استغربي وما عرفنا اقرب الناس، ساعة ظل صافني بوجه عباس، استغربي وما عرفنا اقرب الناس، ساعة ظل صافني بوجه عباس، صاح صاح حقك علي، هاي هاي زينب سيبي. طيب الله انفاسك يا حسين. فوق لي رماح. طيب الله انفاسك. فوق لي رماح. الله يوفقك، شكرا جزيلا لك وحظ اوفر ان شاء الله. شيخ ميثم، الله يحفظك حبيب ابو علي. يا شيخ الله يعزك. ابو علي ايش قصار لك تقرا؟ شيخ صار لي يعني 5 سنين بس يعني مو تواصل لان دوام عسكري، ف مرات اكو مشكله عندك بالام بالها؟ لا بحرف السين بس هاي شوي فتره تعبان شوي. ابو علي ان شاء الله المستقبل امامك، ان شاء الله سنه بعد سنه تزداد خبره، اسمع اكثر وقلد اكثر واحفظ الحان اكثر. شكرا لك، صحه وسلامه ان شاء الله يا حسين خالد. شكرا لك. مثل ما لاحظتوا اعزائنا المشاهدين ما قدر يتاهل ويانا حسين خالد. الان المتسابق حيدر عبد الجليل من بغداد. حيدر عبد الجليل حياك الله يا حيدر. عليكم السلام ورحمه الله. والله الحلقه الاولى بغداد كانت زينه. رمضان حبيبي. رمضان كريم عليك مو علي. رمضان كريم. اي كان كوني البكي شاري البكي من دمني الليل. قرب على المايك حبيبي. كوني البكي شاري البكي من دمني الليل،
من هو الإله انطقيت مغارة وتبكي على تهلي ويلي على زينة ويلي على زينة من بيكم العند يخيت شلعة وقلبها هذا اللي يطيقها على الوجي ذاك اللي يسيبها واحد يفيعابي الرميح واحد سيلبها بس ايش بيدي همي الخيدور واخواتها قتلها. الله يوفقك يا حيدر عبد الجليل الحسيني. وفقك ان شاء الله. احنا نشرف فيك وشكرا لاطلالك. حيدر اداءك ضعيف جدا. ليش انت قل لي ليش؟ ما ادري اداءك كلش ضعيف ولا كانما دا تقرا لحن ولا ما ادري بس تخلصها بس تحتاج ارتكاز يعني اكثر. لا هو كانما يقرا شيء محفوظه ويقراها مثلا يعني مو شيء عاشق مو شيء عاشق ايش اللي يقرا حيدر. شكرا شكرا جزيلا يا حيدر عبد الجليل. شكرا ابو كرار. اتمنى لك التوفيق في مسابقات مقبله. الان المتسابق احمد عبد من بغداد. احمد عبد. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا ابو شاب. ليله جمعه وجيت اشوفك. ايه واعتبرني من ضيوفك. عافيه يا ابو فاضل خلنا طوفك. شوف هذا هدوء واداء. يا ابو فاضل خلنا طوفك. عافيه عافيه. بليله الجمعه جيتك. الله كربلاء حاسب هبيتك وانا خط طارك ببابك دموعي التجارة واقف واقرا الزيارة ويا زوار ما شاء الله. انا حيس دارك الحاضرة ولازم استاذن الزهرة وادخلي بدارك دموع شيباتك اليزم والوفا منك اشمه وعطر ايثار. انا جيتك ما اطلبك رت اقول لك والله احبك. الله الله الله. كل شعوفه وما عوفك. شكرا يا احمد عبد. تهلت ويانا. شكرا حمودي. المرحله الثانيه كل التوفيق لك ان شاء الله. حلو سهل مو يحتاج تعقيد. المتسابق جيب فوت لقلبك. الان المتسابق مرتضى نعمه الساعدي من بغداد. مرتضى نعمة الساعدي من بغداد. حياك الله يا مرتضى. اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا بالسواعد والله. أهلا وسهلا. من بيت زامل من بيت عاشور. لا من الليثران احنا. ما شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. قصيدة إن شاء الله للإمام السجاد عليه السلام وسيدة زينب عليه السلام. سلام الله عليه. تفضل تفضل. تقول الرواية راد العلي للعم تناس. تقول الرواية الله حبيبي يشيعون زينب أخت عباس بالشام دق بيبانهم ما اثري بوجدانهم والله حرامات
والله حرامات كانت جنازة بيت علي يا ناس مو ثقيلة بالموت تشبه فاطمة هم ناحلة وعليلة السجاد طايح لمتين شلون النعيش يشيله السجاد طايح لمتين شلون النعيش يشيله استأجر يشيعونه غروب مجبور ما لحيله ما ظلت عيون الديرة تجروح ترد الأيام ما ظلت عيون ناحل يوين ما كافي يا شام ما جنبين سلطانهم ما أثري بوجدانهم والله حرامات طيب الله انفاسك والله حرامات طيب الله انفاسك والله حرامات اي والله تقرا المستهل هيك انطلاقتك كانت خطا فصححتها من رخصه استاذ علي من رخصه اخواني لا حبيبي انطلاقتك بالمستهل كنت جدا ما مستقر عرفت شايف السياره اللي تمشي هيك بنص الشارع من وصلت للابيات ودرجتك الصوتيه صارت اعلى صار ارتكازك حلو احسنت بيا مقام قريت تقريبا شنو الريس تقريبا هيك لا والله والله في شلون زينين اخوتك شكرا جزيلا لكم شكرا لا هذا الاثر كرد هم مو كرد يسموه الاثر شكرا شويه يعني مو قوي بالمقامات موفق ان شاء الله مرتضى نعمه كل التوفيق لك شكرا جزيلا الان المتسابق رشاد مجيد اهلا وسهلا رشاد مجيد من بغداد رشاد مجيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي العزيز إش قد أذاني لي غياب ما خلى لي أحباب إش قد أذاني لي غياب ما خلى لي أحباب ما خلى لي أحباب ناس الأحبهم شمعة بداروبهم ناس الأحبهم شمعة بداروبهم روحي روحي وذوابها لي فراق متولع بيهم تسأل عليهم متولع بيهم تسأل عليهم روحي روحي كل لحظة تشتاق ليش خواني يرحلون ليش يا دمعات العيون ليش خواني يرحلون ليش يا دمعات العيون طبع اليسهر الليل مأذي الزمن حيل طبع اليسهر الليل مأذي الزمن حيل عيلي سهرون طيب والله انفاسك يعرفون الله يوفقك يا رشاد مجيد أتمنى لك التوفيق إن شاء الله رشاد جد عمرك المبارك 45 سنة شكد صار لك تقرأ والله تقريبا سنتين ها سنتين تقرب شوي على المايك شوي خمسة تقريبا سنتين إيش إحنا أولا نعتذر من عندك يعني لأنه ما تم الاختيار أنت بدايتك كانت جميلة نعم لكن من وصلت المقطع من تقلت ليش خواني هذه المقاصير هواي بدت الإخفاقات تكثر ما أدري يعني صار ضعف بالأداء كبير وحتى النص مكتوب مقاصير فما يقدر يطي ما يقدر يطينا تبين مساحة الصوتية لكن عندك إذا صار لحن آخر وإن شاء الله باختيار الطبقة الصوتية الجيدة راح يكون أداءك أفضل شكرا كل التوفيق لك يا رشاد مجيد
أتمنى لك التوفيق. الآن المتسابق مؤمل هادي العتابي. مؤمل هادي العتابي. مجد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قصيدة للإمام القاسم عليه السلام. عليه السلام. هم من بغداد مؤمل. مؤمل هم من بغداد. ها؟ من بغداد. أهلا وسهلا بك. حرب وغزل حب وزعل بدر اكتمل بحلامه عرس دميع طف الشميع لطمض لي عليامه جاسم يا عريس المنية يلزفتك بالغضرية عريس وبلامة حرب وبكشخيت الموت خرسه لا يلزفتك ما بيها كل صوت شكلي الطشولك نبيل وبصدرك يفوت ما تضويب شمعي العريس منطوفة بسكوت منطوفة بسكوت منفحة هاوي ما تضويب قلب تشويب شموعي عرس الحروب ادم القلوب دمعك يصوب مفجوع طفيت شمعاتك بدي يلزفتك بالغاضرية. الله يوفقك طيب الله انفاسك يا مؤمل. اتمنى لك كل التوفيق. انا ما احكي بعد. ليش ما تحكي؟ عمي والله كوارث هاي ترى. ليش شنو السبب اللي ما خلاك ما تضغط علي؟ خلي علي يحكي واستاذ سمير. يعني خام الصوت جميل ما اعرف بس الاداء ليش وليش الاختيار هذا هذا اللحن ليش؟ اللحن من هذا؟ زين اللحن احنا رادود الرادود يعني مقريه هاي القصيده تدري هسه اي لحن غير هذا يحكي الشيخ تأدي وتجنن اذا قرا لحن ريفي هسه يموت يموتنا تموت قرارك شوي استاذ؟ ها؟ يعني حتى اذا بدون يلا اقرا نسمع احنا ما عدنا وقت لكن شوف اللحن اللي قريته هو مركب من مقام الرست والحجاز انتقالتك لمقام الحجاز هي لازم تكون اجمل شيء باللحن انت دمرتها ما كان مقنع مو دمرها ما مقنع بعد اكو نقلات لحنيه ما رتبتها بالشكل الصحيح ولا لحنها والله العظيم بس ارتباك يلا قرانا يلا اسمع انا اريد اساعدك اسمع والي قرانا اقنعني ابو ذي قرانا ابو ذي اي زرعتك عود وادع الله يكبر 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 يا لتلح 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 بالعرب الصوتية هاي الحلية زرعتك عود وادع الله يكبر يكبر تشيل جنازة لو طحت يا كبار كبرت وما احلى طولك شان يا كبار ومتضامي يا يمي بهالمسيه سلامتك الله يوفقك ان شاء الله رتب امورك زين رتب امورك على المرحله الجايه تاهلت ويانا اعزائنا المشاهدين لا يسعني الا نختم هذه الحلقه من برنامج منشد العراق الموسم الثالث خلونا نشكر اللجنه شكرا حبيبي استاذ سمير شكرا يا علي الدلفي شكرا حبيبي شكرا لك علي الله يبارك فيكم ويحفظكم شكرا لكل المتسابقين اللي ما تاهلوا ويانا وحظ اوفر لهم ان شاء الله كان في اعداد اصوات المتسابقين حسين البغدادي وفي اداره التصوير انمار علي والفوتوغراف ابراهيم جاسم واداره الانتاج عباس الشواك وفي الاخراج الاستاذ الدكتور حيدر العسكري وانا خادمكم في التقديم المنشد علي زوره انتظرونا في حلقات مقبلة بإذن الله في رعاية الله